الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. موقع الفيسبوك هذا موقع التعارف والعلاقات الاجتماعية الذي يعتبر أهم مجتمع افتراضي على الإنترنت والذي يبلغ مستخدميه أكثر من 200 مليون على مستوى العالم حتى الآن، ونسبة المشتركين من الدول العربية واضح الكثرة فيها، 900,000 في مصر، 250,000 من السعودية، 300,000 في لبنان، متاح بأربعين لغة، منتشر واضح يخططون لإطلاقه بأكثر من 60 لغة أخرى. الموقع الزيادة عليه مضطردة والازدياد في الدخول عليه من العالم العربي يكثر. ليست العلة الآن في قضية وجود مواقع للتعارف، لكن ماذا بعد التعارف، وتعارف من على من، وما هي الأهداف؟ هناك عشرات الآلاف من مجموعات المشتركين في مختلف المجالات، منها مجالات قذرة. الإناث يستخدمن الموقع أكثر من الذكور بحوالي 70%. هذا الموقع في الحقيقة مجال لسرقة المعلومات وأخذ معلومات من بعض الأشخاص الذين يدخلون هذا الموقع دون فهم أو وعي من بعض من عندهم شيء من الغفلة. والموقع إدارة الموقع تطرح المعلومات المتعلقة بأعضائه علنا حتى لمحركات البحث مثل جوجل وياهو بهدف بناء دليل إلكتروني عالمي يحتوي على أكبر قدر ممكن من المعلومات والتفاصيل الشخصية، سواء سير ذاتية، أرقام هواتف، هوايات الأعضاء إلى آخره. وبالتالي أي شخص يبحث على الشبكة سيصل إلى المعلومات المسجلة في هذا الموقع، بل حتى لو غذي الموقع ب يعني فواتير، سجلات طبية، مدرسية، أكاديمية، ضريبية، حسابات مصرفية، بطاقات ائتمانية، مشتريات شخصية، أسرار شخصية، كلها يمكن أن تكون عرضة للانكشاف. الموقع هذا حصل بعض الانتقادات العالمية نتيجة تجاهل خصوصية أعضائه واستغلال صورهم وبياناتهم وأنشطتهم الاجتماعية وبيعها لشركات تسويق عالمية، وكذلك يتتبع نشاطات الأعضاء في المجالات والمدونات والمجموعات وتنشر، يعني علنية ليس لها خصوصية. والاشتراطات المذكورة في الموقع والتي يغفل عنها كثير من رواده أن إلغاء المعلومات الشخصية لا يمكن، والموقع يشترط حرية استخدامها بالإضاءة والإضافة عليها. تحول الموقع إلى ساحة لممارسة عمليات تجسس كثيرة، بل عمليات تجنيد مشبوهة، وكذلك صار هنالك استخدام له حتى من دولة اليهود لجمع معلومات عن بعض المجتمعات العربية والأشياء الخاصة والأشياء الحساسة. وقد تنبهت بعض الحكومات الأوروبية لحجب هذا الموقع، كما فعلت حكومة أونتاريو في كندا ووزارات عدة في أستراليا وجامعة نيو مكسيكو في الولايات المتحدة. الموقع في الحقيقة موقع فضائح، هو يفضح، ينشر خصوصيات أيضا، وهو موقع يقبل التجسس على الآخرين. ولذلك أولا نحذر يا أخي المسلم، يا أختي المسلمة، لماذا الدخول لهذا الموقع؟ ما هو الهدف؟ اثنين، ما هي المعلومات التي ستكتبونها؟ ثلاثة، هل يوجد أي أسرار عائلية أو خاصة مثلا؟ وإذا كان يمكن الاطلاع فكيف يجوز لامرأة أن تدخل صورتها على سبيل المثال؟ وينبغي أن لا ينجرف المستخدم المسلم لهذا الموقع فيتكلم عن خصوصيات تتعلق به ويصرح ويصارح بأشياء تضره من أسراره الخاصة. وكذلك فإنه ينبغي معرفة الشروط والتعليمات والانتباه لها، ولو كانت باللغة الإنجليزية ينبغي الترجمة لها، ويستغل بعض ضعفاء النفوس صغار السن ويتم التحرش بهم بعد ذلك. وإدارة الموقع أضافت 40 برنامجا لحماية الأطفال من الإساءة الجنسية. الحقيقة أن الموقع فيه أشياء خطيرة جدا وانفتاحات غير محسوبة. والله عز وجل قال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن.
يحصل في الموقع هذا من أنواع التعارف بين الجنسين، التعارفات المحرمة وقضية تبادل الصور وعشق الصور والوقوع في مرض التعلق هذا القلبي. وقد قال السلف: العشق حركة قلب فارغ. يقول أحدهم: ابتليت بمراسلة أكثر من 100 فتاة والحديث معهن وتبادل الغرام، ووصل أمر إلى مقابلة البعض. فأين إغلاق باب الفتن؟ أين الامتناع عن هذه المحادثات المؤدية إلى علاقات تؤدي إلى الوقوع في الفاحشة؟ ويجب على الفتاة أن تتقي الله وأن تراعي عفتها وحشمتها، وليست الآن قضية الدخول لأجل التعرف على من هب ودب. كم من شخص فقد دينه وكرامته، كم من فقدت شرفها وعفتها، كم حصل من الخجل للحياء، كم حصل من بذاءة اللسان، كم حصل من بذاءة الكلمات المتبادلة. وأين العفة وأين الأدب الذي علمنا إياه الشريعة، علمتنا هذه الشريعة علمتنا إياه؟ ثم إن يعني إشراف الآباء والأمهات ضعيف، وعدم الانتباه لما يحدث من الأبناء والبنات كذلك. ثم هنالك قوائم تؤلف لماذا؟ قوائم الموجودة في الفيسبوك يعني مصنفة لأي شيء، وما هو الهدف من عندما تعمل قائمتك ستضم إليها من؟ ثم لدينا قضية التجسس أيها الإخوة والأخوات. الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا نهانا عن هذا. ثم قضية تتبع أسرار الناس والاطلاع على أسرار الناس، ما حكمه؟ ومعلوم أن من تتبع عورة مسلم، لأن الأسرار هذه من العورات، من عورات المسلمين، من تتبع عورة إنسان مسلم يفضحه الله ولو في جوف بيت ولو في جوف بيته. ثم إن نجد الآن يعني طلب العورات، طلب المعايب، الاطلاع على الخصوصيات، قضية التطفل على الآخرين مخالفة حتى لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من حسن إنسان مرء تركه ما لا يعنيه. وأنت ستطلع وتطلع وتطلع، إلى كم ستطلع؟ والواجب ستر المسلم وعدم فضح المسلم والمحافظة على أسراره. بل يجب الإنسان لو رأى مغفلا أو أخاه المسلم عنده هذه يعني الغفلة والسهولة في إعطاء معلومات، أن ينبهه وأن ينصحه، لأن المسلمين كالجسد الواحد. وكذلك يعني نجد أن عمليات الاستدراج التي يمكن أن تتم من هذا الموقع وقضية الإغراء والإغواء هذه من سبل الشيطان. فكيف يرضى الإنسان أن يعاون إبليس أو يكون من جند إبليس، من جند إبليس في عملية الإغراء والإغواء؟ وأيضا فإن يعني الإنسان المسلم لا يرضى بأن يهتك أحد أسراره العائلية وخصوصياته، فكيف يقع هذا منه بالنسبة للآخرين؟ وقضية الاشتغال بما لا ينفع، كم ضاعت أوقات في الفيسبوك وغير الفيسبوك، كم حصل من أنواع الإيذاءات عبره؟ ولذلك فإننا ينبغي أن نحذر أشد الحذر من هذه التصرفات. وما يصلح يعني التوسع في التصوير الحاصل الآن ثم وضع الصور هذه في كل مكان. نقول: اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله. فليس يعني هذه الصور وخصوصا صور النساء لا يمكن أن تكون مجالا لنهب أعين البشر. ويجب أن توجه يعني البرامج سواء كان في هذا الموقع أو في غيره إلى أشياء مفيدة، تبادل معلومات مفيدة، أبحاث مفيدة حتى لو كانت دنيوية. كذلك ينبغي أن يستغل في الأمور الدعوية على سبيل المثال. قد تكون أنت مجموعات وتعارفات لكن القصد منها قصد نبيل شريف شرعي لا يتعارض مع الدين، مفيد نافع. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: احرص على ما ينفعك. أين استثمار الفرص في الدعوة إلى الله وهداية الناس ووضع الملفات المفيدة صوتية مرئية نصية لأجل إفادة الآخرين؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم جميعا هداة مهتدين، وأن ينعم علينا بالمغفرة وحسن الخاتمة أجمعين. أستودعكم الله والسلام عليكم. هكذا إذن أيها الكرام، المسلم له مبادئه التي يتميز بها عن غيره حتى وإن خلفه فيها 200 مليون مستخدم للفيسبوك.